إن البيان القضاة المستشارين نبهوا فيه القضاة والأسرة القضائية وكافة القوى الحية في البلاد إلى الخطر المحدق الذي يتهدد السلطة القضائية في وجودها، ودعوتهم إلى ما اسموه بتوحيد الصف والتجند لحماية الدولة والنظام الديمقراطي. أنتم في بداية الألفية كنتم مؤسسين في مرصد استقلال القضاء والمحاماة، وكنتم عميدا محامين وفي صلب المرفق القضائي. هل من تفسير لهذه اللهجة الحادة ربما للبيان الأخير الصادر عن المحامي القضاة؟ يعني انا اعتبر البيان ماهوش لهجه حاده، هو بيان يعني في صميم الحدث الخطير والحدث الذي والخطر الذي يحدق بالسلطه القضائيه. نعرف معناها انت تحدثت على معناها شويه على الماضي وعلى مجلس يعني على مركز مرصد، استقلال القضاء نعم والمحاماة. تعرف أخ حسين اللي النظام السابق يعني كان يستعمل القضاء كأحد معناها أذرعته الأساسية لتكريس منظومة الفساد والاستبداد، ومعناها كانت هناك مقاومة معناها من أجل أن يسترجع القضاء معناها استقلاليته، ويسترجع القضاء مكانته في دولة القانون والمؤسسات. وصارت عدة معناها محاولات، نتذكر في أوائل الثمانينات سنة 83 يعني الحركة التي قامت بها جمعية القضاة الشبان يعني والتي ترتب عليها معناها إعفاء العديد من القضاة من معناها من مهامهم وعقوبات سلطت على قضاة آخرين، لا لشيء إلا لأنهم دافعوا على استقلالية القضاء ودافعوا على وجوب معناها أن يكون للقضاء مكانة في بلادنا. وبالطبع السلطة التنفيذية، نقول السلطة الحاكمة آنذاك، كانت معناها من خلال القضاء الخاضع كانت معناها تسيطر تقريبا على كل دواليب الدولة، ومعناها القضاء كان معناها في وضعية معناها نتاع خضوع. وجاءت معناها في الأثناء رسالة اللي كانت سميت بالرسالة الزلزال بالنسبة للنظام بجميع أركانه، إذ تجند معناها لإخماد نيرانها هذه الرسالة، رسالة القاضي المرحوم صديقي مختار اليحياوي، نحب نترحم عليه بهذه الله يرحمه. نعم المناسبة. يعني هذه الرسالة التي كانت تحمل معناها معاني كبيرة، كانت صرخة ضمير على الوضع الذي معناها كان يعيشه السادة القضاة. الرسالة كانت ذكر مؤرخة في 6 جويلية 2001، ومعناها في تلك الفترة معناها ورغم معناها الترهيب والترغيب معناها الذي سلط على سي المختار، استبسل معناها ودفع الفاتورة غالية، إذ وصل معناها بالنظام آنذاك إلى حد تهديد سي المختار بالقتل. بالطبع معناها في الأخير معناها تولى النظام عزله، ومعناها مورست ضده سياسة التجويع اللي طالت معناها عائلته وحتى العنف المادي، نعم وخضع كما يعلم الجميع معناها للمراقبة البوليسية المستمرة ومنع من الصور. وبتلك في تلك المقاومة التي معناها دفع بها المختار اليحيوي تأسس
مركز تونس لاستقلال القضاء، وأتذكر معناها ضم هذا المركز في تركيبته مجموعة من المحامين، وحتى معناها في التأسيس شارك معنا، نتذكر معناها السي محمد الشرفي الأستاذ الجامعي الله يرحمه، وسي الهاشمي جغام، والعديد من معناها المحامين البارزين. وقمنا معناها منذ تأسيس ذلك المركز بمعناها تنظيم عملية من أجل معناها أن يسترجع القضاء معناها مكانته في الدولة. ونجم نقول اللي معناها الرسالة نتاع مختار اليحيوي أو حركة المختار اليحيوي معناها كانت محطة هامة من المحطات التي ضربت النظام في العمق وكشفته في الداخل وخاصة في الخارج. خاطر في الخارج عندما يتعرض النظام للانتقادات معناها حول المحاكمات السياسية، كان معناها يجيب بأن القضاء هو الذي معناها أصدر الأحكام وليس للحكومة أي دخل أو لبن علي أي دخل في ذلك.